تعالوا نرسم الجزء الثاني من صورة إمام عاشور بعد ما الذكاء الاصطناعي فشل إن هو يرسمه. وبما إن أنا اللي هرسم الجزئين فأنا هغير في الأسلوب بحيث يبقى كل نص مرسوم بأسلوب مختلف، وهستخدم في تلوين الجزء ده خامتين مختلفين، ألوان خشبية وألوان ماركر، وهنشوف أي جزء فيهم اللي هيطلع أحلى. بما إن الأهلي والزمالك هيلعبوا النهاردة توقعوا نتيجة المباراة واللي هيتوقع صح هرسمه. وأنا برسم حسيت إن أنا محتاج أشرب حاجة دافية، جبت المج بتاعي. حد ملاحظ حاجة في المج يا جماعة؟ لو عجبكم ومحتاجين تطلبوا زي وليكم أو لأي حد كهدية تقدروا تطلبوه بتصنع عليكم مخصوص من البيدج اللي في اول كومنت. بدات الون في الشفايف والبشره بالوان ماركر وكمان زودت عليهم الوان خشبيه. كل الاهلاويه يجمعوا هنا بسرعه، يعملوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش تتوقعوا نتيجه المباراه. ولو وصلتوا لحد هنا اكتبوا لي رايكم في الرسمه.